القمة العربية. يرجع عقد مؤتمرات القمة العربية إلى بداية تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، والتي ارتبط قيامها بهدف إيجاد كيان عربي يدافع عن استقلال الدول العربية ويحافظ على السلام والأمن بين هذه الدول، والدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للتهديد أو العدوان. مؤتمر أنشاس في 28 من أيار عام 1946 عقد مؤتمر أنشاس بدعوة من الملك فاروق في قصر أنشاس، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة، وهي مصر، الأردن، السعودية، اليمن، العراق، لبنان، وسوريا. لم يصدر عن هذا المؤتمر بيان ختامي، وإنما مجموعة من القرارات، وأهمها مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، واعتبار القضية الفلسطينية قلب القضايا القومية، والعمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي لتمكنها من مواجهة أي اعتداء صهيوني داهم. مؤتمر بيروت 1956 عقد في 31 من تشرين الثاني عام 1956 بدعوة من الرئيس اللبناني كميل شمعون إثر الاعتداء الثلاثي على مصر وقطاع غزة، وشارك فيه 9 رؤساء عرب، وصدر عنه بيان ختامي أجمع فيه القادة على مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي، واعتبار سيادة مصر هي أساس حل قضية السويس، تأييد نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال. عقد في 13 من كانون الثاني عام 1964 في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بناء على اقتراح الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات، أبرزها إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية يبدأ تشكيلها في كنف الجامعة العربية بالقاهرة، إنشاء هيئة لاستغلال مياه نهر الأردن لها شخصية اعتبارية في إطار جامعة الدول العربية، مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن، إقامة قواعد سلمية لتنظيم الشعب الفلسطيني لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره، وتوكيل أحمد الشقيري أمر تنظيم الشعب الفلسطيني. مؤتمر الإسكندرية عقد في 5 من أيلول عام 1964 بقصر المتنزه بالإسكندرية بحضور 14 قائدا عربيا، وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات من أبرزها خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلا أو آجلا، البدء بتنفيذ مشروعات استغلال مياه نهر الأردن وحمايتها عسكريا، الترحيب بمنظمة تحرير الفلسطينية ودعم قرارها بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني. مؤتمر الدار البيضاء عقد في 13 من أيلول من عام 1965 في الدار البيضاء بدعوة من الملك الحسن الثاني، وشارك فيه 12 دولة عربية بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقاطعته تونس. وصدر عن القمة بيان ختامي ومجموعة من القرارات، أبرزها الموافقة على نص ميثاق التضامن العربي وتوقيعه من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين، مؤازرة الدول العربية ومساندة الجنوب المحتل والخليج العربي، دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، استثمار مياه نهر الأردن وروافده طبقا للخطة المرسومة. مؤتمر الخرطوم 1967
عقد في الخرطوم في 29 من آب عام 1967 بعد حرب حزيران، وحضرته جميع الدول العربية باستثناء سوريا، وصدر عن القمة مجموعة من القرارات من أبرزها: اللاءات العربية الثلاثة، لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للصلح، تأكيد وحدة الصف العربي والالتزام بميثاق التضامن العربي. مؤتمر الجزائر عقد في 26 من تشرين الثاني من عام 1973 في الجزائر، وحضرته 16 دولة عربية بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب تشرين الأول، وقاطعته العراق وليبيا. وصدر عنه مجموعة من القرارات أبرزها: تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني، استمرار استخدام سلاح النفط العربي، ورفع حظر تصدير النفط للدول التي تلتزم بتأييدها للقضية العربية العادلة، وتوجيه تحية تقدير للدول الإفريقية التي اتخذت قرارات بقطع علاقاتها مع إسرائيل. قمة عمان عقدت في 25 من تشرين الثاني 1980 في عمان بحضور 15 دولة عربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: عزم القادة العرب على إسقاط اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، التأكيد أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية ولا يشكل أساساً صالحاً لحل أزمة القضية الفلسطينية، الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين العراق وإيران وتأييد حقوق العراق المشروعة في أرضه ومياهه. قمة عمان عقدت في 8 من تشرين الثاني، وشاركت فيها عام 1987 في العاصمة الأردنية عمان 20 دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية. صدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات أهمها: إدانة إيران لاحتلالها جزءا من الأراضي العراقية والتضامن مع العراق. تضامن المؤتمر مع السعودية والكويت وندد بالأحداث التي اقترفها الإيرانيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، التمسك باسترجاع كافة الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. قمة عمان 2001 عقدت في 27 من آذار 2001 في عمان، ومن أهم قراراتها: إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات العدو الجسيمة لحقوق الإنسان، كما عبرت عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق نقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي. تستضيف المملكة هذا العام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 28 في منطقة البحر الميت، خلال الفترة من 23 وحتى 29 من آذار الحالي، بعد اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافتها طبقا للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.